كان معي من مارب وليد الراجحي رئيس مركز سبأ الإعلامي. وكما قلنا أن المدينة تعرضت لقصف بصاروخين باليستيين. وليد، وليد ايوه نعم اهلا. وليد حدثنا عن الهدنة في مارب وعن هذا القصف المتواصل للمدينة بصواريخ باليستية من قبل الميليشيا. نعم، بالنسبة للهدنة في مارب، ما الذي يمكن أن نتحدث عن هدنة والمدينة تم قصفها باثنين صواريخ باليستية في مساء أمس، تم اعتراضهم عبر أو عن طريق منظومة الدفاع الجوية التابعة للتحالف. ما تم رصده خلال ساعات الهدنة منذ 12 ظهر أمس وحتى مساء أمس 57 خارق بالنسبة في جبهة صرواح والمخدرة، وفي جبهة مأرب توزعت ما بين محاولة التسلل إلى مواقع الجيش والمقاومة، بالإضافة إلى محاولة التقدم نحو مواقع الجيش والمقاومة في صرواح وفي المخدرة، وكذلك في الجزء الجنوبي ما بين محافظتي مأرب والبيضاء تعرضت المناطق لقصف بصواريخ الكاتوشة، بالإضافة إلى استهدافات بالأسلحة الأخرى. في المخدرة أيضا سجل 12 خرقا، بالإضافة إلى خروقات أخرى في المناطق الحدودية ما بين مأرب والبيضاء، وكذلك استهداف المدينة بالصواريخ البالستية طوال في ليل أمس. بالإضافة إلى اليوم هناك محاولات للتقدم للميليشيات في صرواح، تم التصدي لتلك المحاولات وكسر بعض الهجمات وإحباط محاولات التسلل، بالإضافة إلى الحديث عن وصول تعزيزات عسكرية إلى بعض المواقع التابعة للميليشيا بمديرية صرواح وكذلك في المخدرة. لا يمكن أن نتحدث عن هدنة في ظل هذه الخروقات، وكما أسلفت، كيف يمكن أن نتحدث عن هدنة والصواريخ البالستية لا تزال تتساقط أو تطلق على مدينة مكتظة بالسكان بأكثر من 1,300,000 مواطن مدني في هذه المحافظة، ومع هذا تتعرض لهذا الكم من الصواريخ البالستية من قبل هذه الميليشيات. نعم، وليد الراجحي رئيس مركز سبأ الإعلامي، شكرا لك، كنت معي من مأرب. وأيضا